رسالة إلى الدكتور أحمد رشوان، رسالة إلى الدكتور أيمن رشوان، وإلى دكاترة العظام بالذات الأسنان. أنا إنسان طيب وغلبان، وطبعا الغلبان ملوش في الدنيا مكان. في طب أسنان المنصورة هناك جنب المقصورة مكانتش موجودة هوايتي، ومن هنا تبتدي حكايتي. كان نفسي أتجوز تاني في ست ترعاني وتكون محتاجة حناني، بس الدكتور ما خلاني خلعهم بالمجاني. طيب شوفوا الحال، الأمر غير محال. أنا رحت أصلحهم الدكتور قطعهم، مفيش دكتور إنسان ينادي يا رجال تعالالي في الحال، وأنا رجعلك اللي كان. المهمة دي ليا، أنا دكتور إنسان، أنا مش عفريت ولا جان، أنا متعلم تعليم عالي يا حبيبي تعالالي، موجود في القاهرة والناس وبعالج كل الناس. قلت له معلش يا أستاذ، شكلي راجل عجوز، شفايفي ضرب أبوز، مراخيري قد الكون، وشكلي اتغير ما بقتش صغير، اتحرمت من الأكل، بقيت من غير عقل. الدكتورة اسمها أمل، حيث لا أمل ولا عمر، سحبت مني الأمل، عملت معايا الواجب ويا ريتها ما استجابت. كانت معايا أسناني وأنا كنت في مكاني، والله أنا ندمان، كنت فيكم عشمان. شكرا. مساء الخير متابعينا الكرام، نرحب بكم في لايف جديد وتخطيطنا المستمرة من داخل محافظة الدقهلية وتحديدا من مدينة المنصورة. زي ما عودنا حضراتكم على اللقطات المختلفة والمتنوعة، معانا النهاردة موهبة جميلة، المتميز في إلقاء الشعر اللي بيمس جميع الطبقات بشعره الجميل والمتميز، عم خالد سواق التوك توك اللي عنده 53 سنة. ازيك يا عم خالد؟ ربنا يخليك يا أستاذ أحمد. قول لي بقى عم خالد، أنت يعني أنا شايف حد متميز وعنده دايما كده حتة بيمس بقى كل القلوب، الموهبة الجميلة دي اتظهرت أمتى؟ الموهبة دي يا أستاذ أحمد ظهرت عندي من حوالي 3 سنين. صحيت من النوم كده لقيت نفسي عايز أكتب وعايز ورقة وقلم، مع العلم إن أنا عمري ما مسكت ورقة وقلم ولا قريت جورنان ولا ثقفت نفسي بأي حاجة. معود دايما يا عم خالد أي حد بيركب معاك التوك توك لازم بتسمعه. مش كل الناس، لو في إنسان ركب معايا وخد ودي معاه بالكلام بحب أسمعه اللي أنا بكتبه يعني. أنا شايف إن أنت بتقول شعر بيمس جميع الطبقات، المتوسطة واللي تحت الصفر. انا حضرتك لما بشوف اي موضوع بيأثر فيا او بشوف اي حاجه في الشارع بكتب شعر، يعني بكتب عن الموضوع كده وبكتب قصه حقيقيه من حياه الانسان يعني. اكيد اول قصيده انت كتبتها عم خالد مش ناساها خالص. اول قصيده فعلا مش ناسيها. ممكن يعني تسمعها لنا؟ انا كنت كتبت اول حاجه اثرت فيها جدا، يعني قلت انا عاوز اتكلم مع حد، اصلا انا مخنوق، يمكن لما اتكلم افك كده واروق. اول ما صحيت من النوم لقيت مراتي بتقول لي يلا قوم، قمت زي المجنون، خير يا ام عبد الرحمن؟ قالت لي هنقبض المعاش احسن ما تنام، قلت لها سيبيني اصل انا تعبان. طبعا هي اصرت عليا وانتم عارفين راي الوليه، قلت لها خلاص هتنزل المره دي، انما المره الجايه لا يمكن اكون ايجابي. خدتها ورحت البوسطه وقعدنا هناك على البسطه، وقفنا في الطابور، طابور طويل يخليك مبهور، وقفنا حوالي ساعتين واقفين زي التايهين، واقف في مكان اسير ولا شمال ولا يمين، وسمعت دوشه شيء مش معقول، لقيت نفسي بسمع واقف مهبول، ست كبيره بتقول ابني ده غشاش، جه من ورايا سرق المعاش، هعمل ايه يا ربي حاسه ان عقلي باش، الناس مالها كده بقوا شويه اوباش، ازاي اهون على ابني يسيبني كده بلاش، دي الفلوس دي هي اللي بتاكلني، ليه يا ابني يا حبيبي كده تحيرني، ده انا جاي اقبض واخر 5 جنيه معايا، وفلوس المعاش بالنسبه لي هدف وغايه، ولو بستلف فلوس من حد بيقولوا لي مش معايا، ابني خد المعاش مني وحيرني، يا سيدي خده بس كنت شرني، والله راح اقبض المعاش ومش شايفه، رجلي بترتعش وحاسه انها بايشه، وماشيه في الشارع وانا خايفه، انا ست كبرت في السن، ابني سرقني ده حاجه تجن، لو ابني صحيح كان قلبه عليا حن، او يسال عليا او بالتليفون يرن، بس لو محتاج حاجه بيجيني وبيزن، روح يا ابني الله يسامحك، ده ما بيجيش ليا انت ايه منعك؟ رحت وحكيت لابويا، قول يا ابني سامعك؟ قلت له يابا حاولت اراضي الحاجه،
كنت ماشي جنبها وكان في رجليها زكه، خدتها معايا بالتوك توك ووصلتها للبيت، ولما شافوها قالوا مهاجيت، انت كنت فين يا ست انت؟ مشيتي ليه وفين كنت؟ ايوه احنا خدنا معاشك، احمد ربنا ابنك ما شافك. قلت لهم دي اخر تربيتنا في اولادنا، لو التربيه كده يبقى ليه ابونا جابنا؟ قلوب ولادنا فيها جحود جامده كده زي العمود، روح راضي امك وابوك واسمع حاول تتوب واعرف ان الله موجود وحاسب نفسك قبل الموت. قول لي بقى رد فعل ام عبد الرحمن لما سمعت اول قصيده ليه. ام عبد الرحمن دخلت تعمل لي قهوه لما روحت البيت وصلت الحاجه، دخلت تعمل لي قهوه خدت منها 5 دقايق، طلعت لقيتني كاتب 60 سطر اللي انا سمعتكم دلوقتي حالا. تمام. استغربت، قالت لي مش ممكن انت كاتبه قبل كده. قلت لها الموضوع لسه حاصل قدام مني دلوقتي. قالت لي مش مصدقني ده جبت عنك 5 دقايق. الموضوع ده اثر فيك لما سمعته؟ اتفعلت طبعا، وكان حاجه يعني داخل لمرات البوسطه اتاخرت عليا، داخل امسك فيها لقيتها بتردي واحده. قلت لها في ايه؟ قلت الحاجه محتاجه حاجه مساعده. ايوه يا حاجه، سمعت الموضوع ان ابنها جاب التوكيل خد معاشها وهي جايه تقبض واخد 5 جنيه معاها، ووصلتها فعلا البيت، وكل الكلام اللي انا قلته طلع عن لسانها، بس انا رتبته بالطريقه اللي انا شايفها. يعني الست اشتكت لك، كلمتك، قالت لك حصل لي كذا، قالت للبوسطه الموضوع كلها. اثر فيك طبعا. نفسيا بدات تدون ده وترتبه بكلمات مترتبه. بنفس زي ما سمعته لحضرتك كده بالظبط. الشعر ده بقى عباره عن انت بتستلهم افكارك من قصص الناس وحكاوي الناس ومشاكل الناس ومتاعب الحياه، لان طبعا التوك توك ده زي البيت الصغير اللي الزبون بيركب فيه لوقت معين، بس ممكن يفضفض، ممكن يحكي قصه. حوالي 70% من اللي بيركبوا معاه من الزباين او 80% لازم يتكلموا معايا. يا اسطى كذا، ابني، العيشه، يعني الناس بتحب تاخد وتدي مع بعض. انت عارف ان المصريين ناس طيبين وكده يعني. تمام. قول لي بقى يا عبد يعني شايف نفسك فين كمان سنه؟ كمان سنه بحلم ان انا اكون يعني اطلع في التلفزيون والناس تعرفني، ويبقى عندي تليفون اصور عليه وانزل فيديوهات وكده يعني. عايز ابقى انا معروف اوصل صوتي للناس، لان انا حاسس ان انا بكتب حاجه يعني. بتنمي الموهبه الجميله دي ازاي؟ بالقرايه، بجيب مواضيع افضل اقرا فيها باستمرار. قلت لي في مره ان انت كنت نازل ولقيت ناس متجمعه كتير، شفت ناس كتير متجمعه، كنت معتقد ان الناس دي ملمومه بتجيب لحم. كان واحد قول لي بقى، قلت الناس دي خيرين بيوزعوا لحمه، طلعوا الناس دول بيشتروا مخدرات. وكتبت يعني. كتبت قصيده بكده يا عبد؟ كتبت قصيده بكده. سمعنا ممكن بعد اذنك؟ طب اديني دي. اهلا بالله. طب على ما تفتكرها او تلاقيها في الاجنده قول لي. اكيد بتتعرض لهجوم جامد جدا من بعض الناس. في ناس بتهاجمني، في ناس هتقول لك اللي انت بتقوله ده مش شعر، انت كده بتعمل ايه يعني؟ ركز في حياتك، انت معاك 6 اولاد، ربنا يبارك يا رب العالمين، تقول لهم ايه؟ والله بقول لهم ان انا مانيش محبط ولا حاجه، وانا دايما عندي في الله سبحانه وتعالى امل ان انا اوصل باذن الله رب العالمين للي انا عايزه ان شاء الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كده حصل لك مواقف برضه يا ابو عبد الرحمن مش قادر تنساها، وانت يعني بتلقي الشعر حد سبق ونزل حد ولا حاجه؟ ما يعني فيش اهتمام، هو مش غاوي الموضوع دوت حاجه، فانا برضه يعني ايه بحاول ما اكونش انسان متطفل عليها. في ناس اخذت الموضوع ده بتريقه يا ابو عبد ولا لا؟ ناس ساعات بتتريق، يقول لي انت بتكتب ايه يا عم؟ ده الكلام ده كلام اي كلام، ده كلام كذا. اقول له ماشي، انا بطلع انا جوايا طاقه واحاول اطلعها وكده يعني. مين اكتر حد بيدعمك؟ والله مراتي واولادي وكل اللي حواليني مني الصراحه يعني. اما بيسمعوا مني حاجه، انت كتبت حاجه جديده، طب سمعهاني، طب مش عارف ايه، يقولوا لا ديت حاجه كويسه، لا ديت حاجه وحشه، فالصراحه يعني بيشجعوني بامانه يعني. الشاب ظهور الموضوع ده ظهر في وقت متاخر قوي يا عبد الرحمن ولا لا؟ والله انا حاسس ان هو ربنا سبحانه وتعالى ادهاني السبب. السبب ايه انا مش عارف يعني، بس ان شاء الله رب العالمين اوصل باذن الله. قول لي اوحش رد فعل من حد كان بيسمع الشعر منك مش قادر تنساه واثر في نفسيتك، يعني اسوأ رد فعل شفته يعني معاك في توك توك فبدات ان انت تسرد له كلماتك اللي انت بتالفها فكان رد فعله غير متوقع. قال لي انت بتقول كلام اهبل وعبيط. ده اثر فيه طبعا. زعلت. امال ايه؟ قلت له خلاص انت مش عاجبك الموضوع او حاجه، خلاص ده حاجه بتاعتك انت. كان راكب معاك؟ لا، كنا قاعدين مع بعض على القهوه. تعرفه شخصيا يعني؟ اعرفه. فقلت له طب ايه رايك اسمعك كذا وكذا، فلقيته بيقول لي ده الكلام اللي انت بتقوله دوت كلام اهبل وعظيم.
قلت له خلاص لو انت مش حابه يعني او كده مفيش اي مشكله عادي. ما عاتبتوش بعدها؟ ده خالص لا، هو رايه وهو حر في رايه وده حاجه. طب والزباين بقى أسوأ رد فعل من زبون انت سايق توك توك وماشي، واللي راكب توك توك ده يعني في دماغه مليون حكايه وروايه هموم الحياه، احنا كلنا يعني حياتنا مبهدلانه يعني. ايوه ده حقيقي. فانا راكب توك توك والدنيا حاطه عليها، وبدات لقيت صاحب التوك توك اللي سايق التوك توك بادئ يسرد لي شعر. رد قال لك ايه؟ اسوأ يعني رد فعل شفته اللي هو مثلا ما بيدينيش الاهتمام اللي انا ببقى محتاجه منه. انا مش شايفك اصلا. ان انا مش شايفك بحقيقه. بتحس بايه وقتها يا ابو عبدو؟ يعني بحاول ان انا ما اجينيش احباط خالص، يعني انت بقى مع الناس تعمل انت مكمل في ال يعني انا بحاول انا سكه لوحدي، وحتى لو حد يعني ما ادانيش اللي انا عايزه خلاص يعني. نفسك في ايه؟ والله انا استاذ احمد نفسي اوصل، ونفسي اطلع في التلفزيون، ونفسي اعرفني، ونفسي اعمل حاجات كتير، نفسي يعني. مش عارف اطلعها. وانت كتبت كام قصيده لحد دلوقتي؟ والله استاذ احمد كاتب حوالي بتاع ممكن داخل على 400 قصيده. وده في وقت قد ايه بقى؟ يعني في 3 سنين. ما حاولتش ان انت تنمي موهبتك؟ يعني مش عارف انا ما ازاي، انا لما بيجيني حاجه في دماغي بقولها وبطلعها على طول يعني. اقرب قصيده لقلبك ايه؟ والله كلهم قريبين لقلبي. اقرب حلا لازم في حاجه كده زي اللي عنده اكتر من طفل، في حاجه مميزه كده. اقرب قصيده اللي انت يعني ما تنساهاش. والله حضرتك زي ما قلت لك هم كلهم قريبين لقلبي، وكلهم بحس ان هم كلهم موضوع. طب نيجي بقى لام عبده، ما كانتش ملهمتك في مره وعملت لها شعر؟ يعني زوجتك بقى. يعني كتبت مثلا مره مراتي عندي بالدنيا كلها يا رب انا بحب شكلها. فطبعا كوني بكتب باستمرار فما بقدرش احفظ جميع المواضيع، لان ممكن اكتب كل يوم. كان رد فعلها ايه لما انت يعني لقيتك عامل قصيده باسمها او ليها؟ هي عارفه ان انا لغايه النهارده متجوزه بقالي 21 سنه، عارفه ان انا بحبها كاني متجوزه من شهر. طب لو شافك دلوقتي تقول لها ايه؟ بقول لها طبعا ربنا يخليكي ليا ويخليكي لاولادك وتفرحي بيهم كلهم، وانا وانت نروح نحج عند النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله في شهر الكريم. سمعها قصيده من قصايدك غزلها دلوقتي. يعني والله يا استاذ احمد حاضر، انا اشوف حاجه انا كاتبها يعني ليها وكده، لان طبعا انا عندي بدل الاجنده كذا اجنده. يعني ممكن دلوقتي مش حاجه حضراني، مفيش حاجه حضراني يعني اللي انا كاتبه كده يعني من حاجه لو اكتر موقف اثر فيك مش قادر تنساه وكتبت فيه قصيده ولمست قلبك؟ لما بسمع من حد انسان بيكون محتاج حاجه. يعني في مره حضرتك مثلا لقيت واحد بيقول ايه، انا كان عنده مشاكل ماديه مثلا، انت عارف ان معظم الناس بيبقى عندها مشاكل ماديه، لقيته بيقول انا نفسي اطلع في التلفزيون واقول للناس على مشاكلي يحلها لي. فلقيت نفسي بكتب عنه بقول السلام عليكم ايها الساده المشاهدين، كل يوم بصحى على خبر قديم، البيت فاضي ما فيش فيه ولا مليم. طبعا ديت مشكلته لان هو ما كانش بيشتغل، فانا بكتب عن لسانه ان هو ظروفه تعبانه، فبقول البيت فاضي ما فيش فيه ولا مليم، وانا معيش من الفلوس ولا 10 ولا 20، نفسي يا رب في حل، حياتي بقت خل، خلاص يا هتجني يا هتشل، الشغل مش مكفي ومش نافع، مفيش حل يافع، ده انا مستخسر اكل وحياتي كلها مشاكل، وعليا كل الناس فلوس، يعني امشي غلط وادوس ولا اسكت واعلق على راسي فانوس، انا دم حر انا مش ديوس، من مشاكلي بطلت اهدن وابوس، حد يفوقني بشك الدبوس او يرميني تحت قصر وعليا يدوس. طبعا هو بعد ما اتكلم الكلام اللي انا تركمته ده قلت له انت مشكلتك في حياتك الشغل، لازم تشتغل ولازم تجتهد ولازم تعمل اللي عليك عشان ربنا يقدر يسد اللي عليك وتقدر تشتغل وكده يعني. فكنت كتبت عنه لانه كان اثر فيا، كان يعني بيتكلم بعصبيه عاليه قوي. بالتوفيق يا استاذ خالد، وان شاء الله باذن الله ربنا يحقق كل اللي انت بتتمناه. امين. واحنا دايما بنساند اي حد حابب ان هو يوصل صوته ويوصل موهبته ايا كانت الموهبه، احنا بنوصل الموهبه، لكن مش من حقنا ان احنا بنقيم او ان احنا مع او ضد، احنا دايما بنوصل او بنساعد الناس توصل صوتها والحكم للمتابعين والمشاهدين، واي حد عنده موهبه بيكون متقبل الراي والراي الاخر. متابعينا الكرام بنشكركم على حسن المتابعه والمشاهده، بنشكركم والى اللقاء.